الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لازلنا مع الناظم رحمه الله وهو يعطينا أحكام الراء من ترقيق وتفخيم، ذلك على رواية ورش وعلى رواية قالون أيضا، وهي قراءة نافع المدني رحمه الله. وكنا وقفنا معه وشرحنا ما تيسر لنا من الشرح في قول الناظم: وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كله عرف. فذكرنا أن الناظم رحمه الله يتحدث في هذا الفصل على المستثنيات التي استثنيت لورش في هذا الباب، وهو تفخيم الراء، لأن هذا الباب هو مبني على ترقيق الراء لورش، أي في رواية ورش. ولكن الناظم استثنى أربعة أصول فهي مفخمة عند ورش، وإن كان بعضها يعني ينطوي تحت القاعدة أو تحت القواعد، منها أن الراء إذا تقدم على حرف من حروف الاستعلاء وبعد الراء ألف ثم حرف الاستعلاء وتقدم على الراء كسر، ومعلوم أن الراء إذا تقدم عليه الكسر فهو ورش يرققه، يقرأه بالترقيق: ذكرون، سحرون، إلى غير ذلك. ولكن هنا بما أن الراء بعده حرف الاستعلاء، حرف من حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء سبعة، وهي مفخمة غليظة قوية، فتفخيمها وقوة تفخيمها جعل تفخيمها يرجع حتى إلى الراء التي تقدمه الكسر. وهذا معنى قول الناظم وقبل مستعلين، الكلام يتكلم على تفخيم الراء، على المستثنيات التي استثناها الناظم. وقبل مستعلين أي قبل مستعلين، أي إذا وقع الراء قبل حرف الاستعلاء. وإن حال ألف، أي وإن حال بين الراء وحرف الاستعلاء ألف، فورش يقرأه بالتفخيم. واجتمع فيما ذكره الناظم بالنسبة لحروف الاستعلاء ثلاثة في القرآن الكريم: الضاد كما ذكرنا، وهي في كلمتين إعراضا وإعراضهم، فورش يقرأ إعراضا بالتفخيم الراء. وكذلك وإن كان كبر عليك إعراضهم، كذلك في سورة الأنعام، فورش يقرأها بالتفخيم، لأن الراء وإن تقدم عليه كسر ولكن بعده حرف من الحروف الاستعلاء، فقرأ الراء بالتفخيم ليتناسب الصوت. كيف يتناسب الصوت؟ لأن صوت الضاء مفخم إعراضهم، فالراء فخم لأجل تفخيم الضاد، الضاد إعراضهم، ليتناسب الصوت، أي ليبقى الصوت على نسق واحد. كذلك مما وقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء: الصراط، الصراط
وصراط. كل هذا مفخم لجميع القراء، الراء مفخم يعني. لم يقرأ أحد من القراء بترقيق الراء، يعني لم يقرأ راء، قرأ راء، راء، صراط، صراط، الصراط، يعني الصراط تفخيم الراء، يعني لا يقرأ الإنسان صراط، صراط، لا، هذا لحن. الصراط يفخم الراء، يفخمه معنى يفخمه، يغلظ، يغلظ الراء، صراط، صراط. كذلك مما وقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء القاف، وذلك في الفراق في سورة القيامة، وظن أنه الفراق، الفراق. وكذلك قال هذا فراق بيني وبينك في سورة الكهف، قال هذا فراق بيني وبينك. الذي جعل الراء مفخمة هو القاف، لأن حرف القاف مفخم، قاف مفخم، فتفخيم القاف وتفخيمه قوي، فهذه القوة تسربت ورجعت حتى إلى الراء الذي تقدمه كسر. إذن هذه الحروف الثلاثة هي ما وقع فيها، يعني الراء قبله كسر، ثم الراء، ثم الأليف، ثم حرف الاستعلاء الضاد والطاء والقاف، ثم الإشراق في سورة صاد، والإشراق أيضا حتى الراء من الإشراق حتى هي بالتفخيم عند ورش، إلا أن هذه الإشراق وقع فيها خلاف، فبعض الأئمة قرأوها بالترقيق والإشراق، والإشراق، وبعضهم قرأها بالتفخيم والإشراق، مثل الفراق، ومثل الفراق، فراق والفراق، فلا فرق بين الإشراق والفراق وفراق. وكذلك أيضا لا فرق بين الإشراق والصراط وصراط، والذي نقرأ به هو التفخيم. إذن هذا ما يتعلق بما سبق لنا من شرح هذا يعني البيت به قوله وقبل مستعل وإن حال آلف، هذا نصف البيت. البيت الثاني ذكر لنا حكما آخر، وهو أيضا وقع فيه الخلاف لورشين، يعني التفخيم والترقيق، وهو باب سترا، 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 من الستر، سترا. وهذه الألفاظ، هذا اللفظ الذي اجتمع، الذي جعل هذه الوزن، يعني على وزني فعلا، سترا فعلا، وزنه فعلا بالنصب، ستة ألفاظ في القرآن الكريم: صهرا، سترا، ذكرا، وزرا، هجرا، إمرا، ستة ألفاظ. فالذي نقرأ به لورش هو التفخيم في هذه الألفاظ كلها: صهرا في سورة الفرقان، هجرا، هجرا، محجورا في سورة الفرقان، إمرا في سورة يعني الكهف، وزرا في سورة طه، ذكرا، ذكرى في سورة البقرة، ذكرى. إذن هذه الألفاظ الستة هي التي يعني لورش فيها التفخيم والترقيق، التفخيم والترقيق كلاهما صواب كما سبق لنا. إذا قرأ الإنسان بالترقيق، مثلا إذا قرأ سهرا وحجرا وذكرى فهذا صواب، إذا قرأ بالتفخيم سهرا، ذكرى، حجرا، وزرا بالتفخيم فهذا صواب. الوجه الذي جرى به العمل هذا هو التفخيم، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر، أعمر أرحولا، والشاطبي رحمه الله، يعني جل أصحاب ورش، أي معظم أصحاب ورش الآخذين عنه تلامذته قرأوا، أخذوا لورش بالتفخيم في هذه الألفاظ الستة، في هذه الألفاظ الستة. ثم قال: ورقق الأولى له من بشرر، ولا ترققها لدى أولي الضرر. لما فرغ لنا الناظم رحمه الله من
يعني هذه الأفعال الستة وكذا، ذكر لنا يعني كلمة مفردة في القرآن، مفردة معنى مفردة أي لا ثانية لها في القرآن، واحدة في القرآن لا ثانية لها، وهي قوله سبحانه وتعالى وهو يصف جهنم، نسأل الله العافية والسلام، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. بشرر، إنها أي جهنم والعياذ بالله، ترمي بشرر، الشرر معروف. فورش قرأ الراء بالترقيق بشرر، 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 وهي لا تخضع لأي قاعدة، يعني لا تنطوي تحت قاعدة بشرر. المعروف أن ورش يعني سبب الترقيق يكون مقدما على الراء، سبب الترقيق يكون مقدما على الراء، أي الكسر الذي يوجب ترقيق الراء يكون مقدم على الراء، لكن هنا السبب وقع متأخرا، إذن فهو ليس لا يدخل في القاعدة. القاعدة تقول لنا ماذا كما قال، يعني كل راء تقدمه كسر أو ياء ساكنة كما سبق في أول الباب، كل راء تقدمه كسر لازم أو ياء ساكنة فورث يقرأه بالترقيق، لكن هنا يعني لا كسر، الشين بشرار مفتوحة والراء مفتوحة، وإنما الراء الأخيرة هي المكسورة بشرار، لكن ورش مع ذلك مع أن هذه الكلمة لا تخضع للقاعدة السابقة فورش يقرأها بالترقيق بشرار، يميل الراء لأن الترقيق نوع أو ضرب من أنواع الإمالة، ترقيق نوع من أنواع الإمالة بشرار، هذه الكلمة لورش بالترقيق، ولا خلاف بين أصحاب ورش أنها بالترقيق، يعني وجه واحد قول واحد أنها بالترقيق. مفهوم أن مفهوم الناظم لما قال ورقق الأولى أي الراء الأولى له أي لورش، لأن الكلام كله في هذا الباب على ورش، والمسكوت عنه هو قالون، المسكوت عنه هو قالون، أي وأن قالون يفخم جميع ما رققه ورش، قالون يفخم جميع ما رققه ورش في هذا الباب من الراءات. ورقق الأولى له أي لورش من بشرر، أي رقق أيها القارئ، اقرأ أيها القارئ بترقيق الراء لورش في لفظ بشرار، أي معناه لا يقرأها ورش بشرار، بشرار، لا يقرأها بشرار، بشرار، ترقيق الراء، ترقيق الراء. ورقق الأولى له من بشرار، العلماء قالوا سبب ترقيق الراء هو أن الراء الأخيرة مكسورة، الراء الأخيرة مكسورة، فلما كانت الراء الأخيرة مكسورة والراء المكسورة هي بالترقيق بإجماع، يعني وصل يعني ترقيق الراء إلى الراء الأولى، فرققت الراء الأولى المفتوحة من أجل ترقيق الراء الأخيرة المكسورة، وكسر الراء يجلب الإمالة، وبما أنه يجلب الإمالة كذلك يجلب الترقيق، الراء المكسورة الراء يعني كسرة الراء تجلب الإمالة، وسبق لنا هذا يعني لما كان يتكلم الناظم على الألفات التي قبل الراء المكسورة مثل الناري والبراري والشراري والغاري كالفخاري، كل هذه سبب الإمالة ماذا؟ هي كسرة الراء، كسرة الراء، الناري البصاري الشراري البراري، كل هذه سبب إمالة، أي سبب الإمالة يعني الألف هو كسرة الراء. فبشرر كذلك أميلت الراء الأولى لأجل كسرة الراء الثانية، فتكرر الراء إلا أن تكرير الراء الثانية مكسورة،
ولكن هذه تعليلات كلها، والذي يحكم ذلك هي الرواية. كيف الرواية؟ وأن واصل رحمه الله لما قرأ على نافع قرأ بترقيق الراء في هذه الكلمة بشارين، وأن قال لما قرأ على نفخ على نافع مثل يعني على نفس الشيخ قرأ عليه بالتفخيم. فالقرآن هكذا مأخوذ، لما قرأ واصل على نافع أقرأه نافع بترقيق الراء بشارين، فلما أقرأ نافع قالون أقرأه بتفخيم الراء بشارين، ففخم الراء الأولى. أما الراء الثانية فهي بالترقيق باتفاق، لا قالون ولا ورش، لأن كل راء مكسورة فهي مرققة، كل راء مكسورة فهي مرققة عند جميع القراء، وسيأتي هذا، لأن الخلاف وقع في الراء المفتوحة أو المضمومة، خلاف الدائر بين القراء في الترقيق والتفخيم فيما يخص الراء هي الراء المفتوحة أو المضمومة. أما لو كسرت الراء أي كانت الراء بالكسرة فجميع القراء يقرؤها بالترقيق، لأن الكسر لا يناسبه التفخيم، الكسر لا يناسبه التفخيم، وإنما الكسر يناسبه الترقيق، لأن الحركات هكذا، الحركات كل حركات يناسبها يعني أنواع من أنواع يعني سواء الإمالة أو التفخيم أو هكذا. فورث قرأ أقرأه نافع بترقيق الرامي البشارر، وقال قرأ على نفس الشيخ فأقرأه بالتفخيم. إذن هذه هي الرواية المعول عليها، والقرآن مأخوذ هكذا بالروايات. كيف؟ أي المعتمد عليه هو ما أخذته عن شيخك، المعتمد في القرآن هو ما أخذته عن شيخك فقط. وهكذا هذا الذي وصل كتاب الله تعالى بهذه الطريقة، ما أخذته عن شيخك وما أخذه الأئمة عن شياخهم هو المعتمد. وهذا يعني ما زال والحمد لله في الأمة يعني هذا العمل ما زال جاريا، وأن القرآن لا يقرأه أحد بانفراده، لا، ما أخذته عن شيخك وعن معلمك فيما يخص القرآن هو المعتمد، لأن الأخذ هو يفوق كل شيء، الأخذ يفوق كل شيء. إذن يعني القرآن قراءة هذه التي نسمعها وهذه الاختلافات وهذه الأحكام كلها هي كلها الأصل فيها والمعتمد عليه هو السماع والأخذ، كل هذا لا ترقيق ولا تخيم ولا إمالة ولا غير تسهيل ولا تحقيق ولا أي شيء ولا مد ولا يعني كل هذا المعتمد عليه هو الأخذ، يعني ما أخذه التلاميذ عن أشياخه عن شيوخهم. إذن فالقرآن المعتمد فيه هو الأخذ عن الشيوخ، شيخك هو المعتمد يعني في قراءتك. ولهذا يعني لا بد للمسلم يعني أن يأخذ قسطا حظا من القرآن عن الشيوخ، لا بد يعني لكل مسلم أن يأخذ قسطا من القرآن عن الشيوخ ويقرأ على الشيوخ ما تيسر. فقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن مشروط بهذا الشرط، فاقرأوا ما تيسر من القرآن مشروط بهذا الشرط، يعني الشرط ماذا؟ هو أنك تقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا توسيع على الأمة، لأن الله ما فرض عليك أن تقرأ القرآن كله، لكن أمرك أن تقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا خطاب للأمة جميعا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن خطاب للأمة جميعا، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مطالبة يعني طلب من الله أن يقرأ كل واحد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر من القرآن. وإن كانت الآية نزلت في الصلاة، الآية نزلت في شأن الصلاة في قراءة الصلاة، ولكن بما أنها نزلت في الصلاة وفي القراءة في الصلاة ف هذه القراءة التي يقرأها الإنسان في الصلاة لا بد أن يأخذها عن الشيوخ
عن شيخ، عن الشيخ. إذن أيها الإخوة، فكل واحد من الأمة مطالب وطلب إيجاب، لا طلب ندب، لا طلب إيجاب، أن يأخذ قسطا من القرآن ما تيسر لهم عن الشيوخ، عن الفقهاء. لا بد أن تقرأ ما تيسر من القرآن عن الفقهاء، تعرض عليهم، تسمع منهم، يعني تأخذ عنهم القرآن الكريم. أنت لست مطالبا أن تقرأ القرآن كله، حسب كل إنسان ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلق له، ولكن كل واحد من الأمة لابد يعني أن يقرأ القرآن على الفقيه أو على الشيخ، يعني صاحب القرآن، تأخذ عنه فاتحة، سور صغيرة فيما يخص الإنسان الذي يعني يقتصر على ما يصلي به، ولكن أن يذهب ويقرأ كما يفعل كثير من المصلين عفاهم الله وهداهم، أنه يقرأ القرآن هكذا في الصلاة ولكنه لم يأخذ عن الشيخ، ولهذا تجده يعني في قراءته يعني قرآن باطل ولحن فاحش لا تجوز به الصلاة، ومع ذلك هو يتمادى ويصلي هذه السنة بهذه الكيفية والسنة الأخرى بهذه الكيفية وهكذا وهو لا يبالي. فهذا الشخص هذا هو لا يهتم بأمر دينه، أولا أنه ليس له اهتمام بدينه، ليس له اهتمام بدينه، إذ لو كان له اهتمام بدينه لتعلم كيف يقرأ القرآن، كيف يقرأ الفاتحة، كيف يقرأ السور، لو كان مهتما بدينه. ولكن بما أنه لا اهتمام له بدينه، لنفرض أنه في دنيا يعني يخسر في الدين في دنيا يعني يخسر، يبيع ويشري ولكنه يخسر، هل يبقى، هل يتمادى على الخسران؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن يتمادى على الخسران، لا بد أن يذهب ليعرف كيف يبيع وهو حريص على الربح، يعني كل تاجر لا بد هو حريص أشد الحرص على الربح، ولا يحصل على الربح إلا إذا كان يعرف التجارة. هكذا هو صلاته كلها يحرص على الربح وعلى الأجر، ولكن هو يعني لم يتوصل إلى الكيفية التي يصلي بها. إذن فهذا الإنسان هذا يعني أولا أنه لا يهتم بالدين بدينه، فعنده أن الدين هكذا يذهب إلى المسجد ويصلي أو يصلي في بيته وليس له اهتمام. لا، بارك الله فيكم، هذا ليس دين، ليس هو بدين. لا بد للمسلم قارئ أو أمي أو كبير أو صغير أو كذا، لا بد أن يأخذ حظا من القرآن الكريم ويتعلمه، على الأقل يقتصر به على الصور التي يصلي بها لتصح صلاته. فبارك الله فيكم، لا بد للإنسان يعني من هذا الأمر هذا، وينزع الحياء وينزع الكبر، ينزع الحياء، يترك الحياء جانبا ويترك الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اثنان لا يتعلمان المستحي والمتكبر، اثنان لا يتعلمان المستحي والمتكبر. فالذي يمنع الإنسان من أن يتعلم هو إما الكبر والعياذ بالله وهذا أقبح، وإما الحياء يستحي، وفي هذا الأمر بالذات لا يستحي. ولهذا العوام يقولون لا حياء في الدين، لا يقصدون به الحياء اللي هو لا، لا حياء في الدين، في تعلم الدين، لا حياء في تعلم الدين. الكلام صحيح أنه لا حياء في تعلم الدين، لا تستحي في تعلم الدين، هكذا. فبارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفق جميع المسلمين للتعلم. فبشرر يعني ورس يرقق الراء الأولى، وفي ضمنه الراء الأولى يرقق الثانية أيضا، بشرر، هذا في حال الوصل وكذلك في حال الوقف. إذا وقف ورس على بشرر يقف بالترقيق بشرر، فيرقق الراءين، يرقق الراء الأولى ويرقق الراء الثانية بشرر،
وأما قالون فيرققها في حال فخم الراء الأولى، ويرقق الراء التالية في حال الوصل إذا وصل بشارارين كالقصر. فإذا وقف قالون فخم الراءين بعكس ورش، فيقف بشارار تفخيم الراءين، هذا قالون. ورش يرقق الراءين وصلا ووقفا، وقف أو وصل. وقال يفخم الراءين إذا وقف، يفخم الراءين إذا وقف، فإذا وصل فخم الراء الأولى ورقق الراء الثانية لأنها مكسورة. قال ورق زيد وقال ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لداء للضرر، يعني بشرارين عندها كلمة يعني جاءت مثلها في القرآن الكريم وهي الضرر، وهي واحدة أيضا في سورة النساء في قوله تعالى يعني غير أولي الضرر. فشرار الضرر مثل شرار، ولكن ورش قرأت بشرار بالترقيق وقرأ أولي الضرر ضراري بالتفخيم الراء الأولى، مع أنها واحدة. كيف؟ الراء الأولى من الضرار مفتوحة والثانية مكسورة، وكذلك في بشرار الراء الأولى مفتوحة والراء الثانية. فالناظم رحمه الله منع القياس، يعني نبه على أمر أنك لا تقيس الراء من أولي الضرار على الراء من بشرار، لا تقيسها أي لا تجعلها واحدة، بل تختلف في رواية ورش. فورش رقق الراء الأولى من بشرار ولكن فخم الراء من قوله تعالى غير أولي الضرر ضرار بتفخيم الراء. نبه الناظم على هذا الأمر مع أن القياس يقتضيها، يعني القاعدة تقتضيها، رققت بشرار وكذلك يقتضي حسب القياس أن الراء كذلك الأولى من بالضرر فهي كذلك مفخمة مرققة، لكن لا، ليس الأمر كذلك. فبشرار في سورة والمرسلات بالترقيق، وقول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، هذا بالتفخيم لورشين. لهذا نبه الناظم على هذا الأمر، قال ورقق الأولى له من بشرر ولا ترقق، أي ولا ترقق أيها القاري لدى، أي عند أولي الضرر، أي عند كلمة الضرر، لا يعني لا ترقيق فيها، لا ترقيق فيها. كيف؟ كما ذكرنا أن ورش هكذا أخذ عن شيخه نافع، لما أخذ بشرر بالترقيق، لما بضرر قرأها بالتفخيم عند نافع، ولكن الناظم رحمه الله أتى لنا بالعلل، يعني يبين لنا يعني ما السبب. كأننا سألناه وقلنا له لماذا ورش رقق الراء الأولى من بشرر وفخم الراء الأولى من بالضرر مع أن القياس يقتضيها. فقال زيد إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعلي. قال إذ غلب الموجب أي الموجب للترقيق، إذ غلب الموجب أي الذي يوجب الترقيق في أولي الضرار، غلبه غالب فحوله من ترقيق الراء من أولي الضرر إلى التفخيم. إذ غلب الموجب أي إذ غلب الموجب للترقيق حرفان غلب ما يوجب الترقيق. الذي أوجب الترقيق في بشرار كما ذكرنا يعني كسر الراء الأخيرة، وهي الضرر كذلك مكسورة الراء.
يعني هذا الموجب غلبه حرفان، قال حرفان مستعلي وكالمستعلي، حرفان مستعلين وهو الضاد، لأن الشين هذا مهموس ومستفيل رقيق، يعني الشين الذي قبل الراء في بشارارين مرقق مستفيل مهموس، وهما صفتان ضعيفتان تقتضيان الترقيق، ولكن الضرر الضاد مفخم لأنه من حرف الاستعلاء، بل هو من الحروف القوية، فقوة الضاد قوة تفخيم الضاد تسربت إلى الراء، إلى الراء الأولى من بالضرر، فلما كانت قوة الضاد غلبت ما يوجب الترقيق وهو كسرة الراء الأخيرة، كسرة الراء الأخيرة، قرأ ورش الراء الأولى من بالضرار بالتفخيم. ثانيا حرف كالمستعلي وهو الراء، لأن حرف المستعلي هو الضاد، والحرف الذي كالمستعلي هو الراء، لأن الراء الأصل فيه التفخيم، الراء الأصل فيه التفخيم كما سبق لنا في أول الباب، فهذا الأصل جعل الراء كالحرف المستعلي، وليس من حروف الاستعلاء ولكنه كالمستعلي في القوة أي في التفخيم، فاجتمع في هذه الكلمة أولي الضرار يعني قوتان، قوة الضاد المستعلي القوي المفخم، وقوة الراء الذي هو كالمستعلي، فلما كان الأمر كذلك غلب ما يوجب الترقيق وهي كسرة الراء الأخيرة، غلبت يعني غلب عليها، فلما غلب عليها يعني غلب عليها التفخيم قرأها ورش بالتفخيم، كأن الناظم رأى أنها يعني ما علله به ضعيف، وكما أشار الحافظ أبو عمرو دليل أن هذه التعليلات ضعيفة، يعني كون الضاد مستعلين وكون الراء كالمستعلي يعني العلتان ضعيفتان من حيث التوجيه، ضعيفتان لأن العلة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة. لما رأى الناظم كأن الناظم رأى أن العلتين التي ذكرهما حرفان مستعلين وكالمستعلي علتان توجبان التفخيم ولكنهما ضعيفتان من حيث التعليل، من حيث التعليل، وقد نص الحافظ أبو عمرو الداني على أن التعليل هذا ضعيف، كيف لا لماذا، وعارضه يعني الحافظ أبو عمرو الداني قال فحروف الاستعلاء لا تمنع الإمالة، منها كالفخاري والغاري، ها حرف الاستعلاء كالفخاري الخامن حروف الاستعلاء، هل منعت الإمالة؟ لا يمنع الإمالة، بقنطار في سورة آل عمران، بقنطار الطاء مفخم الطاء من حروف الاستعلاء ولكنه لم يمنع الإمالة، يعني لم يمنع الإمالة، الغاري في الغاري في سورة التوبة الغين من حروف الاستعلاء ولكنها لم تمنع الإمالة، إذن فحروف الاستعلاء لا تمنع الإمالة، فلما كانت حروف الاستعلاء لا تمنع الإمالة كذلك الضاد في أولي الضرر لا يمنع ترقيق الراء، فلما رأى الناظم هكذا وأن ما ذكره من العلتين يعني ضعيفتين أتى بما هو يعني بما هو المعتمد عليه، شنو قال؟ النقل، إذ غلب الموجب بعد النقل، النقل كيف النقل؟ يعني الرواية، النقل يعني به الرواية، يعني وأن ورشا أخذ عن نافع عن شيخه نافع الراء من أولي الضرر بالتفخيم، رواية أخذ،
إذن فهذه ما ذكر الناظم من العلتين ضعيفتين، يعني ضعيفتين، ولكن الذي حكم هذا الأمر وحسم هذا الأمر وأن الراء مفخمة بدون شك قولا واحدا هو النقل، أي نقل ورث عن شيخه أن الراء من أولي الضرر بالتفخيم، وهكذا أخذ يعني أصحاب ورش يعني عن ورش تفخيم الراء من أولي الضرر، كما أنهم أخذوا عن ورش ترقيق الراء من بشاراري، ترقيق الراء من الأولى من بشاراري. إذن فهذا هو يعني المقابلة، يعني الناظم يعني أتى بما يرفع الإيهام، يرفع عنك الشك أو يدخلك شك أو وهم، فتقول والله إن ورش رقق الراء الأولى من بشاراري، ولكن حتى أولي الضرر حتى هي لابد يعني يلزمه ترقيقها. فلما كان الأمر هكذا نص الناظم رحمه الله وفصل في الموضوع، وأن بشرارين من هي كالضرر من حيث القياس، ولكن كذا وكذا وكذا وكذا، وأن بشرارين يعني رواية عن ورواية ورش عن نافع عنها بالترقيق، وروى أهل أصحاب ورشين كما قال الإمام الداني رحمه الله، وقد أخذ عامة المصريين عن ورشين ترقيق الراء من بشرارين، عامة الشيوخ تلامذة ورش أخذوا عن ورش بشرار الراء بترقيق الراء، وأول الضرار كذلك بالتفخيم، لأن هذا يعني إذن ونقل إلينا كذلك، نحن نقل إلينا الأمر كذلك، وتواطأت عليه الأمة الآخذون برواية ورش تواطأوا اتفقوا على هذا الأمر، فقرأوا لورش بشرار ترقيق الراء الأولى، واتفقت الأمة يعني الآخذون برواية ورش على تفخيم الراء من قوله تبارك وتعالى غير أولي الضرر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.